إلينا الآن المحلل السياسي أديب فرحة. أستاذ أديب مساء الخير. طبعا اليوم رد فعل الديمقراطيين فور الإعلان أو التوقيع على المرسوم الجديد كان موجها للقضاء بأن يتخذ نفس الخطوة التي اتخذها سابقا إذا المرسوم السابق، بالتالي هل نتوقع بالفعل أن ندخل في هذا النفق نفسه؟ سندخل في هذا النفق، لأنه مع أن المرسوم الجديد هو نسخة ملطفة ومعدلة بشكل أن إمكانية نقضها من المحاكم الفيدرالية أقل، إنما إمكانية نقضها ما تزال مرتفعة جدا، فهي تناقض المبادئ الأساسية والأخلاقية والقيم التي بنيت عليها أمريكا. جميعنا يذكر عند وصولنا إلى أمريكا أول ما يواجهنا في نيويورك هو تمثال الحرية. واسمحي لي أن أقرأ لك ماذا تقول اللوحة التي هي في أسفل ذلك التمثال. ربما أستاذ أديب ضيق الوقت لن يسمح لنا، لو سمحت، هذا المرسوم الجديد يستثني العراق، لماذا برأيك العراق فقط يستثنى من الدول السبعة التي كانت مشمولة في القرار السابق؟ السبب الذي أعطي هو أن إجراءات الفحص والإبلاغ في العراق مشددة بشكل يكفل عدم تسرب الإرهابيين، إنما الموضوع الجانب الآخر هو أن الولايات المتحدة تعتبر العراق اليوم حليف استراتيجي وبينهما مصالح مشتركة في محاربة الإرهاب وفي محاربة داعش، وقد احتجت الحكومة العراقية بشدة على القرار الأول الذي اتخذ منذ شهر والذي تم نقضه، وبالتالي فلا مصلحة لأمريكا أن تعادي العراق في هذا الوقت الحساس. طيب، هل استثناء حملة البطاقات الخضراء وأيضا التأشيرات السابقة من الممكن أن يحمي هذا المرسوم من أي معركة قضائية مقبلة، أم أن التمييز فقط على أساس الدول التي يأتي منها هؤلاء من الممكن بالفعل أن يكون هو حيز الفصل؟ التمييز وارد في المرسوم، وهو تمييز ضد مواطنين مسلمين من دول ستة. مقولة الإدارة الأمريكية أنها لا تميز ضد المسلمين بدليل أنها لم تستثني ما يفوق عن 85% من المسلمين مثل أندونيسيا وماليزيا وإلى ما ذلك، لكن القضاء اعتبر أن مجرد أن تميزي ضد مواطن واحد على أساس العرق أو الدين أو اللون أو ما ذلك يعتبر تمييزا، فموضوع التمييز ما زال موجودا، والتمييز ضد المسلمين ما زال موجودا ولكنه مقنع وملطف أكثر من القرار السابق. أشكرك المحلل السياسي أديب فرحة، كنت معنا إذا من مدينة ويتشيتا الأمريكية.